بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي متابعي قناة من الصوت للبرمجة، درس جديد من سلسلة دروس دلفي. اليوم سنرى الفورم وخصائص الفورم. نفتح دلفي، نفتح مشروع جديد. الشيء الأول الذي يظهر لنا بعد فتح مشروع جديد هو الفورم. إذن الفورم عبارة عن مكون رئيسي، منه ينطلق جميع البروجكت، يعني أول فورم يرتكز عليها جميع البروجكت، يعني كل الفورمز التي تأتي بعد هذه الفورم ترتكز عليها، بحيث أننا لو أغلقنا الفورم واحد يعني أو أي فورم نضعها في الأوبشنز الخاصة بالفورمز في البروجكت. هنا مثلا لدينا فورم وحيدة، إذا لو كان لدينا مثلا فورم ثانية، مثلا هكذا، مثلا فورم ثانية، وقلنا للبرنامج بأن ينطلق من الفورم الثانية مثلا، يعني هي ستكون الفورم الرئيسية. إذن أرجستري، ننفذ. إذن ستكون هي الفورم الرئيسية وسيغلق أو سيغلق البرنامج. إذن البرنامج سيغلق إذا أغلقنا الفورم الرئيسية التي يرتكز عليها البروجكت، فإن البروجكت كامل سيغلق، في حين أن إذا كانت فورم أندر فورم، يعني فورم تحت فورم، يعني من هذه الفورم مثلا الثانية ننادي على الفورم الأولى، فإن إذا أغلقنا الفورم الثانية فهذا لا يؤثر على الفورم الرئيسية ويبقى المشروع مفتوح. إذا نغلق هذه الفورم، نترك الفورم الرئيسية، نأتي إلى بروجكت، نعمل فيريفيكيشن، نجد أن الفورم الأولى هي الفورم الرئيسية. إذا قلنا الفورم تعتبر كمكون رئيسي، لها خصائص ولها أحداث. خصائص وأحداث، هنا في الانسبكتر دوبجكت نجد لها خصائص بروبريتيز وأحداث. إذا نبدأ ب الخصائص المهمة، الخصائص المهمة يعني التي تهم جميع المبرمجين. إذا أولا لدينا لاحظوا هنا باي ديفولت، يعني تلقائي وضع لها الهايت 480 الويدت 640 والهايت 480. نستطيع التحكم فيها كما نشاء في السايز الخاص به. لاحظوا كلما أضفنا في الرن تايم ستقوم بعملية يعني تصغير وتكبير للهايت والويدت. لاحظوا لدينا أول خاصية أو أول بروبريتي وهي الويندو ستيت. ما معنى الويندو ستيت؟ لدينا ثلاث حالات. لما تكون في الوين وي اس، يعني ويندوز نورمال، يعني في الديمونشن التي أعطيناها نحن أو التي خصصها المبرمج بالويد هذا والهايت كذلك هذا. إذن ولدينا الماكسيمايزد أو المينيمايزد هي الأولى. المينيمايز معناتها أن عند التنفيذ الفورم ستظهر على شريط المهام، يعني مينيميزي، يعني لاحظوا هكذا، ها هي الفورم، لاحظوا هي في شريط المهام. ثم لدينا ماكسيمايزد، وماكسيمايزد ما معناتها؟ معناتها ملء الشاشة، يعني الفورم ستأخذ شاشة كاملة. لاحظوا
الشاشة كاملة. هذا عن الويندو ستيت. ثم الويدت هنا ويندو منيو إذا استعملنا مكون آخر يعرف بالقائمة. هنا لدينا الويدت. الويدت يعني عرض النافذة. هنا لدينا فيزيبل يعني تظهر أو لا تظهر. هنا الفيرتيكال سكرول بار. فيرتيكال سكرول بار هذا ما يعرف ب فيرتيكال سكرول بار. يعني هنا لدينا سنأخذ سكرول بار. سكرول بار مثلا هذا. إذا لاحظوا هذا سكرول بار. عفوا لدينا سكرول بار كمكون. ماذا يفعل سكرول بار؟ مثل هذا. ها هو ينزل النافذة ويرفعه. لاحظوا مثلا أضيف هنا. إذا سيقوم بعملية إنزال ورفع هنا. إذا هذا سكرول بار. إذا في النافذة لديها سكرول بار. لديه خصائص: button size, color, increment, margin, position, range, size. لديه العديد من الخصائص. هذا عن الفيرتيكال. وهناك الاوريزونتال فيرتيكال سكرول بار ولدينا الاوريزونتال سكرول بار. لاحظوا المكونات هذه او الخصائص يعني مرتبة ترتيب ابجدي يعني بالحروف الإنجليزية من A إلى B إلى C حيث أننا نجدها إلى غاية W. إذن نأتي إلى Transparent Color. نفتح قليلا هذا لكي نرى ثم نفتح قليلا كذلك هذا. إذن لدينا transparent color value ولدينا transparent color يعني إظهار الفورم في color يعني اللون شفاف. هنا top يعني عند ظهور الفورم في top صفر. لاحظوا هنا هذه قيمة integer ترتفع وتهبط. إذا يمكنكم العمل عليها. لدينا التاج سنراه فيما بعد style name. لدينا show hint. الهينت هو مثلا سنعطيكم مثال عن الهينت. الهينت مثلا test على test window ولا تيست فورم او تيست فورم هكذا. اخذوا هو يظهر هنا تيست فورم. اذا هذا عبارة عن الهنت. اذا شو هنت هنا يمكنك الضغط عليها لتجعل القيمة ترو او فولس اذا احتجتها طبعا. ثم لدينا برينت سكيل. هنا print scale proportional هي الحالة العادية للفورم. ثم لدينا position. لاحظوا عندما نضعها في الـ VS normal ونتركها هكذا لاحظوا مكان ظهور الفورم على الشاشة هنا. أريد أن يظهر الفورم مثلا في center screen يعني في وسط الشاشة. إذا نضع position screen center. لاحظوا ستظهر النافذة وسط الشاشة. لدينا كذلك main form center. يعني main form center معناتها بالنسبة الظهور بالنسبة للفورم الرئيسية للمشروع وهي كذلك في وسط الشاشة.
لدينا ديسكتوب سنتر، كذلك سطح المكتب سنتر، ولدينا ديفولت وديفولت بوزيشن اونلي وديزاينر، وكلها يعني وضعيات لظهور الفوق. ثم لدينا بوب اب منيو. بوب اب منيو يعني مثلا مثل هذا، لاحظوا هذا عبارة عن منيو كونتكسيوال او بوب اب منيو، يظهر هنا ويوجد في المكونات، سنراه لاحقا ان شاء الله. نربطه مع الفورم، اذا نبرمجه او نعمل له ديزاين ونربطه مع الفورم لكي يظهر على هذا الشكل مثلا. parent font هي حجم الكتابة ونوع الخط المستعمل. هنا إذا ضغطنا على الparent فإنه سيأخذ القيمة الافتراضية، كذلك parent custom hint و parent bd mode. أما انتهى bd mode سنراه فوق. ثم لدينا name. النيم هنا باي ديفولت يعطينا اسم الفورم ورقم الفورم، يمكنكم تسميتها كيفما شئتم والتحكم في البوزيشن الخاصة بها بالنسبة للمشروع. إذا لافت يعني لافت يعني بوزيشن الخاصة بالفورم على جهة اليسار. لدينا الكي بيرفيو. الكي بيرفيو هذه عندما نضع مكونات مثلا مثل الايديت او الباتنز فاننا نستطيع العمل بازرار الكيبورد. الكي بيرفيو معناتها نستعمل ازرار الكيبورد للتنقل بين الايديت او للتنقل بين الكومبوننت الموجوده على الفورم. هذه خاصيه جديده كذلك موجودة في الدلفي 7. الأيقون هنا تلاحظون أيقونة صغيرة هنا، هذه نستطيع تغييرها بالنسبة للفورم فقط. بالنسبة للفورم فقط، ونستطيع وضع صور من نوع ECO يعني أيقون لتغيير هذا الشكل الافتراضي. إذن horizontal scroll bar رأينا الفيرتيكال وهذا الهوريزونتال يعني يأتي هنا، والفيرتيكال يأتي عمودي والهوريزونتال يأتي أفقي. ثم لدينا الهايت. هايت ارتفاع النافذة. لدينا الفورم ستايل. فورم ستايل هنا لدينا ميدي تشايلد ولدينا ميدي فورم و اف اس نورمال و ستي اون توب. ستي اون توب معناتها النافذة هذه تبقى هي ظاهرة دائما في الواجهة. اون توب اف اس نورمال، ميدي فورم نورمال، و تشايلد نستطيع ادخال فورم داخل فورم ومناداتها بهذا الشكل عندما نضعها ميدي تشايلد. إذا الفونت، الفونت إذا وضعنا الفونت هنا مثلا، الفونت هذا مثلا، أي مكون نضعه داخل الفورم يأخذ القيمة الخاصة بهذا الفونت يعني ستايل والحجم. لدينا enabled وهذه القيمة هي عبارة عن قيمة بوليان يعني true أو false. enabled يعني يمكننا enabled يمكننا التحكم في المكونات. disabled لا يمكننا التحكم في المكونات، ظهور فقط، تظهر فقط ولا يمكننا التحكم في المكونات. لدينا الكيرسور. كيرسور هنا الافتراضي هو هذا السهم الذي ترونه على الفورم، يمكننا تغييره إلى أي
نوع تريده. مثلا نضعه هاند بوينت هنا فيد نلاحظ هاند بوينت عندما يدخل إلى الفورم فإنه يصبح عبارة عن يد وأصابع. ثم لدينا الكالر، الكالر الخاص بالفورم، يمكننا أن اختيار أي لون شئنا من هذه الألوان. مثلا هنا سيأخذ أو تأخذ الفورم اللون هذا. يمكننا وضع أعداد بالنسبة لل R و Red و الأخضر والأزرق، يعني الأحمر والأزرق والأخضر والأزرق والأخضر والأحمر. هنا القيم هذه نعطيها لنا ونقوم بتغييرها مثلا بين 0 إلى مثلا هنا نضع 10، نضع 10 هنا، وهنا نضع 120. إذا لاحظوا هذا عبارة عن لون، ها هو. ثم لدينا client height client width، يمكننا تغييرها من هنا. كابشن هو هذا، الكابشن هو العنوان الذي يظهر في الفورم. ثم لدينا border width، هنا إذا وضعناها مثلا 5 أو 10 أو 20 نلاحظ هي هنا تغيرت border width ولكن لم تظهر. أضعها 5. ثم لدينا الشيء المهم في النافذة وهو border style. ما معنى border style؟ هو الجوانب أو الحواف الخاصة بالفورم. لدينا 6 أشياء. لدينا بيس سايزابل، معناتها أن الفورم نستطيع التحكم فيها في عفوا نستطيع التحكم فيها، نستطيع تغيير الشكل الخاص بها هكذا. مثلا لدينا بيس ديالوج يظهر فقط، لاحظوا لا نستطيع التحكم في السايز الخاصة بها، وتظهر فقط يعني يظهر فقط زر الغلق فقط. لدينا بيس ناو، ستبقى فقط الفور، كل الحواف ستختفي. بيس ناو كل الحواف ستختفي، لاحظوا أن الحواف اختفت. إذا نضع هنا بوتن ونقول له application terminate حتى نرى. ماذا سيظهر داخل الفورم؟ إذا لاحظوا كل الحواف تختفي، وبالتالي يمكننا الغلق من هنا. ثم لدينا لدينا عفوا البوردر، بوردر ايكون، بوردر ستايل، بيس ناو، سينجل، سينجل نستطيع إظهارها هكذا، ولا نستطيع التحكم في السايز. بيس سينجل سايز تول وين بروجكت ان رانينج، ونقول له سايز تول بيس سايز تو وين. إذن هذا هكذا، لاحظوا يعطينا فقط زر واحد وسايز اب. كذلك
تول بي اس تول ويندو. كذلك أعطينا فقط هذه الباتن ولا نستطيع التحكم في لا نستطيع التحكم في السايز الخاص بالفرع. إذا هذه هي أنواع البوردر ستايل في الفرع. ثم لدينا البوردر ايكونز. بوردر ايكونز لدينا بي سيستم منيو، نستطيع نزعها كلها، كل الباتنز. نرجعها إلى الحالة الأولى وهي بي سينجل، ثم نأتي إلى هنا نخفي كل الأزرار، ولكن عند إخفائها إذا لاحظوا كلها تختفي، أزرار كلها تختفي، يبقى فقط العنوان وحتى الأيكون تختفي. عندما نعيدها إلى البي سيستم منيو فإن كل الأزرار ستظهر. يمكننا إخفاء هذين الزرين، إظهار زر الهلب إن أراد الظهور طبعا، ها هو زر الهلب وهنا زر الغلق، هنا مينيمايز وهنا ماكسيمايز، نستطيع وضعها نستطيع نزعها. إذن هذا عن البوردر ايكونز. لدينا البي دي مود. أنا البي دي مود فيه أربع يعني أربعة أنواع. لدينا بي ليفت تو رايت هي الحالة العادية، ثم لدينا بي رايت تو ليفت للغة العربية. لاحظوا العنوان أين أتى. عندما نضع مكونات خارجية مثل الألفا كنترول أو ديف إكسبريس فإن البي دي ليفت تو رايت أو رايت تو ليفت فإن هذه الأزرار ستأتي إلى هنا والعنوان يأتي إلى هنا. ننفذ هنا ونرى. إذا لاحظوا نعيد بي دي ليفت تو رايت. إذا بي دي ليفت تو رايت هنا لا تعمل. سنعيد البوردر ايكونز لنرى إن كانت تعمل أم لا. هي الآن لحد الآن لا تعمل بي دي ليفت تو رايت، ولكنها هذا هو عملها، يعني قلب اتجاه الكتابة من اليمين إلى اليسار. الأوتو سكرول، أوتو سايز والأوتو سكرول، لاحظوا الأوتو سايز يأخذ يعني يأخذ السايز الخاص بالمكون الموجود على الفورم. مثلا إذا وضعنا مكون آخر بانل وقلنا له اوتو سايز، اذا ليس هذا اوتو سايز، اذا لاحظوا سيأخذ الفورم ستأخذ الحجم الخاص بالباتن والبانل. هذا عن الاوتو سايز، تفعيل خاصية الاوتو سايز، ولا يمكننا ان نتحكم في السايز الخاص بها. اوتو سكرول الخاص بسكرولينج. الألفا بلند، ألفا بلند ما معناتها؟ معناتها أن هنا الآن الكالر الخاص بالفورم هو 255، يعني 0 زائد 255 يعني 256. الألفا بلند هنا غير مفعلة، يعني شفافية الفورم. إذا لاحظوا لما نضغط عليها ونضع مثلا 100، لاحظوا كيف يظهر الفور؟ يظهر نوعا ما شفاف أو يكاد لا يظهر. إذا أضفنا له مثلا 150 مثلا، قلنا له نلاحظه بدأ في الظهور نوعا ما. هذه هي
الالفا ابلانت. تمام، مثلا نعطيه 200 ونلاحظ اذا ها هي الفورم، الفورم نوع من الشفافية. إذا وضعناها 255 وهو الحد الأقصى للشفافية فإنها تظهر عادية، أو نخفي الألفا بلاند هنا نضعها فولس ونلاحظ. إذا هنا اللاين ويد مارجن مارجنز فولس، ولدينا اللاين. اللاين ما معناتها؟ معناتها الاتجاهات الأربعة للفورم، يعني الاتجاهات الأربعة، يعني كيف تريد للفورم أن تظهر، أو نعم للفورم أن تظهر. لدينا توب باتم رايت ليفت أو اول. إذا لاحظوا هنا مثلا نضعها هكذا اول كلاينت، نضغط على اوكي فتظهر تقريبا بحجم الشاشة، ولا يمكننا أن نتحكم في السايز الخاص بها. وإذا وضعناها مثلا وضعناها هنا كذلك ماكسمايزد، هنا في الماكسمايزد، إذا لاحظوا كيف سيظهر فوق، سيظهر ملء الشاشة، ولاحظوا هنا all client. إذا تقريبا هذه هي كل الخصائص المتعلقة بالفورم. إذا كان هذا درس عن الفورم والخصائص الخاصة بها. تقبلوا تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.